بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف عندنا بقى ثيرم بتقول لنا ايه النظرية دي. if a matrix square matrix n of n has a basis of eigen vectors، يبقى طلعنا ال eigen vectors بتوعها وطبعا linearly independent، then هنقدر نكون diagonal matrix عبارة عن ان انا لو ضربت x minus 1 في a في x هتبقى تديني diagonal matrix، و x دي is the matrix whose columns are the eigen vectors. هنشوف في الاكزامبل اللي جاي دلوقتي ايه الخطوات اللي بتتعمل بالظبط. يعني x الكبيرة دي هي ان انا حاطة x1 وجنبيها ايه x2 ال eigen vectors بتوعي. هنشوف في الاكزامبل بيقول لنا ايه if the matrix a equal 5 4 1 و2 find the basis of eigenvectors of matrix A and put it in a diagonal form. طيب يبقى أول حاجة هنجيب الـ eigenvalues والـ eigenvectors زي المسائل اللي فاتت بالظبط. يبقى أول حاجة هنبتدي بيها في السوليوشن الـ characteristic A equation، فهتبقى تديني الـ determinant A minus lambda I equals 0، وبعدين هطرح lambda من الـ diagonal elements فهيديني 5 minus lambda، وهنا 2 minus lambda، وال a وال 4 وال 1 يفضلوا زي ما هو زي ما هما، وال determinant a هي equal a 0. هنشوف الصفحة اللي جاية هنعمل طيب. دلوقتي هنفك ال determinant، هيديني ال bracket اللي هو 5 minus lambda مضروب في 2 minus lambda minus 4 equal 0، فهيديني ال equation اللي هي of second degree، هتديني lambda square minus 7 lambda plus 6 equal a 0. فدي هتتحلل تبقى ايه لاندا ماينس 6 مضروبة في لاندا ماينس 1 يكوال 0. فلو اخدنا لاندا 1 يكوال 1 ولاندا 2 يكوال 6 او تسمي بالعكس مفيش مشكلة. فهنقول دلوقتي عايزين نجيب x1 و x2، هنقول at لاندا 1 يكوال 1 هنقول ال eigen value problem a minus lambda i هنا مضروبة في x، معلش سوري منسية ال x equal 0. فهنا طرحنا لندا اللي هي طرحنا واحد من الماتريكس a، فخمسة ماينس واحد هتدينا أربعة، هنا اتنين ماينس واحد هتدينا واحد، وهنا ايه تتبقى الأربعة والواحد، وهنا x1 وايه x2 الإيليمنتس بتوع x1 الفيرست ايجن الكلام ده equal a 0. أول معادلة هتديني 4x1 plus 4x2 equal 0، تاني معادلة هتديني x1 plus x2 equal 0. قلنا دول معادلتين هما نفس المعادلة، فهيديني 1 equation من a 2 unknowns، يعني infinite number of solutions. هناخد المعادلة المبسطة x1 plus x2 equal 0، فهيديني x1 equal negative x2. لو فرضنا x2 x1 1 فهتبقى x2 بنيجاتيف a 1. نكمل في الصفحة اللي جاية، فهيديني first eigen vector عبارة عن ايه، وأحط x1 هنا و x2 يبقى 1 ونيجاتيف a 1. طيب at lambda 2 equal 6 هكتب نفس a equation a minus lambda i مضروبة هنا في x، سوري برضه منسية، يبقى هنا ايه هطرح 1 من هنا هطرح 6 من هنا هتديني 5 minus 6 يبقى negative 1، وهنا 2 minus 6 يبقى negative 4، والكلام ده مضروب في x1 x2 equal a 0، دول عناصر a x2 اللي هو second eigen a 6. فهناخد ال equation ال 2 equations دول هما نفس الوضع، واحدة منهم مضروبة في a في negative تديني الثانية، هناخد أي واحدة فيهم يعني 1 equation in 2 unknowns فهيديني infinite number of solutions. لو خدنا المعادلة الثانية هتديني x1 minus 4 x2 equal 0، هنقول لو اخترنا يبقى هيديني ايه x1 equal 4 x2. طيب لو فرضنا ان x2 equal 1 فهيديني x1 equal a 4. طيب يبقى second eigen vector هنكتب هنا x1 اللي هي 4 و x2 اللي هي 1، فبالتالي هو ده second eigen vector. طيب ال كابيتال اكس اللي هي الماتريكس اللي بتتكون من
من هذين ال two eigen vectors هنكتب هنا هتساوي ايه x1 vector eigen vector الاولاني وجنبي x2 eigen vector ايه الثاني، فهنا هيبقى ايه 1 ونيجاتيف 1 وهنا 4 وايه 1. وتعالوا نكمل في الصفحة دلوقتي، عايزين نجيب ال x inverse، فديت 2 في 2 فسهل ان احنا ايه نجيبها زي ما خدنا قبل كده، واحد على الديترمينانت في x ايه adjoint transpose، ان احنا كنا بنخلي الالمنتس بتاعت الهجمه دي نبدلها مكان بعضيها ونغير اشاره ايه اللي حوالين ايه الباقي، فالواحد والواحد هيتبدلوا يبقى زي ما هما، والايه والفور هتبقى نيجاتيف 4 والنيجاتيف 1 هتبقى 1. الديترمينانت كان هيبقى عباره عن 1 1 ماينس ماينس 4 في 1 يبقى بلس 4 هيديني ايه 5، يبقى هتديني ايه الصوره دي. طيب هنيجي نضرب x inverse في a في x، طبعا انت حر دلوقتي ايه هتكتب الثلاثة جنب بعض، ممكن تضرب ايه اي اثنين في بعض الاول، يعني اما تضرب دي في الاولانية في الثانية وبعدين في الثالثة، يا اما زي ما هنعمل هنا ايه ضربنا الثانية في الثالثة وبعدين هنضرب ايه في الاولانية، المهم تحافظ على الاتجاه بتاعها. طيب يبقى هنا لو احتفظنا بالاولانية فهنضرب ايه الثانية في الثالثة هتديني هنا واحد واربعة وعشرين وايه ونيجاتيف وان وايه، تعالى نضرب بقى ايه الاولانية في الناتج فهيديني هنا فايف وهنا ثيرتي في الدياجونال وهنا زيرو وزيرو، لو قسمنا على الفايف اللي هي اللي بره دي فهيديني هنا وان وست في الدياجونال وزيرو وزيرو، ودي دياجونال ايه ماتريكس. يبقى قدرنا من هنا نكون دياجونال ماتريكس بايه القانون ده اللي هو ايه اكس انفرس ايه اكس، و حيث x ديت هي الماتريكس اللي جمع الـ 2 ايجن ايه. اشوفك.